نفائس الشعر العربي تبعث حية من جديد، والمناسبة مهرجان سوق عكاظ الذي يقام بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، غير بعيد عن المكان الذي أقيم فيه المهرجان الأصلي قبل نحو 15 قرنا. وعلى مدى أسبوعين يحتشد المئات من الفنانين والشعراء والممثلين والمفكرين والإعلاميين من أنحاء المملكة ومن خارجها، يحيو ذاكرة المهرجان العتيق الذي قدم فيه شعراء العصر الجاهلي قصائد لا تزال تحظى بتقدير واسع وتدرس في المدارس والجامعات. المهرجان اختار لدورته 9 شخصية الشاعر لبيد بن ربيعة، محتفيا بعدد من أعماله الخالدة. أمثل شخصية هذا العام وهو شخصية لبيد بن عامر، لبيد بن ربيعة العامري، وهي شخصية مخضرمة، وهو شاعر وفارس معروف لحق الجاهلية ولحق الإسلام في عهد الرسول عليه السلام، وهو معروف بأنه صحابي جليل. سوق عكاظ في نسخته الحديثة أصبح موسما ثقافيا وسياحيا يستقطب آلاف الزوار السعوديين والأجانب لا سيما من دول الخليج. أنا من الكويت، سمعت عن السوق وصراحة عجبتني العروض، والجميل فيه أنه يربط الماضي بالحاضر. جمهور المهرجان مدعوون لمشاهدة الأعمال الفنية التي أعدت خصيصا للمناسبة، والتي تميزت بطابعها الفريد الذي يربط الماضي بالحاضر ويجسد جزءا من التاريخ والأصالة العربية. إشمال عدد الممثلين المشاركين ما يزيد عن 200 ممثل، عدد الفنيين المشاركين 50 شخص، هذا بالإضافة إلى 200 زي ملابس، كل زي عبارة عن أكثر من 3 إلى 4 قطع، بالإضافة إلى 250 قطعة إكسوار ما بين سيوف ورماح، أيضا بمشاركة 17 خيل و40 جبل. أنشطة المهرجان تستمر إلى غاية 25 من الشهر الجاري، فيما تواصل أصداؤه الانتشار سنة بعد أخرى لتستقطب مزيدا من الزوار والمشاركين.